إن شاء الله في المحاضرة دي هنركز أو هنبدأ الكلام على موضوع التستنج، وفي المحاضرة دي والمحاضرات الجاية هنركز على شغل من كتاب فلاديمير كوريكوف يونت تستنج طبعة مينينج. فالكتاب ده متوفر يعني وحديث وسهل، صحيح هو ممكن يكون بيستخدم الدوت نت وكده، لكن هي الأفكار نقدر نطبقها على أي لغة سواء مثلا جافا أو بايثون أو إلى آخره. فالفكرة النهاردة إن شاء الله هنغطي أهم الحاجات اللي في أول شابتر في الكتاب ده. هو بيحاول الأول يقول لنا إن اليونت تيستينج في معظم الشركات أصبح أمر إلزامي، يعني الشركة والفريق بيلزم الديفلوبرز كلهم ان هم يعملوا يونت تيستينج واوتوميتد تيستد للكود اللي بيعملوه. فانا متعود اعمل برودكشن كود، يعني الكود اللي بكتبه مش كله برودكشن كود، يعني مش كله الاكواد بتاعه الفيتشرز الكلاسز والفانكشنز اللي مطلوبه مني اللي هي جزء من السوفت وير سيستم اللي انا بعمله للكلاينت. لا، ده انا معايا كمان تيست كود علشان اضمن وانا شغال ان البرودكشن كود ده شغال مظبوط، واخد في اعتباري كل الاحتمالات والحالات الخاصه للانبوتس بتاعته والاحتمالات اللي ممكن يعني حاطط في اعتباري ايه اللي ممكن يخلي الكود بتاعي يفشل او ما يحسبش الحسبه بتاعته صح، ايه مصادر الاخطاء اللي ممكن تحصل فيه، وعامل تيست كود علشان اتغلب على يعني اكتشف لو اي حاجه من الحاجات انا ما خدتش بالي وانا بكتب الكود وغلطت فيها. فهنا بيقول لنا خلوا بالكم ان احنا جزء كبير من السطور الكود اللي بنكتبها ما بتكونش برودكشن، بتكون تيست. يعني لكل سطر برودكشن اللي هو اصلا الهدف من البروجكت نفسه، البروجكت في الاخر هو البرودكشن كود بتاعه، السيستم بيتكون من البرودكشن كود. ولكن ممكن نفس الكم السطور او اكتر او الضعف او ثلاث اضعاف يكون مجرد تيست كود لاينز عاملها علشان اظبط اليونت تيستنج بتاع اليونتس بتاعت البرودكشن اللي انا مسؤول عنها. وممكن في حالات الريشيو تزيد كمان، يبقى التيست كود 10 اضعاف، يعني لو عامل 1000 سطر برودكشن قدامهم 10000 اب تو 10000 لاين اوف تيست كود. ده بيورينا ان احنا في عدد ضخم من سطور الكود، يعني الاف الاسطر بتبقى معمولة للتست بس. هو بيقول خلي بالك ان احنا زمان كان في ديسكشن هل احنا نكتب يونت تيستس ولا لا، يعني كان في اختلاف في السوفت وير اندستري ان الناس تقول ليه نقعد نبذل المجهود الاضافي ده ويبقى عندنا كود بنفس الكم نفس عدد سطور البرودكشن، نعمل تيست كود ليه؟ احنا نركز في الديزاين بتاع البرودكشن كود بتاعنا ونركز واحنا بنكتبه والالجوريثم بتاعنا نحاول نحط فيه كل الاحتمالات، وبعد كده لما نيجي نعمل نتست يعني تيست ما هوش بكود، يعني بخلص فانكشن او كلاس بعمل من فانكشن صغيره وارن الفانكشن دي وتست كده كام حاجه وخلاص، زي ما احنا بنعمل واحنا في الجامعه او احنا طلبه او احنا بنتعلم برمجه. مش بنقعد نكتب تيست كود اصلا، احنا بنكتب وبنتست ان احنا بنران البرودكشن كود ده عدد من المرات لغايه ما نحس ان مفيش مشاكل. بس ده مش معناه ان مفيش مشاكل ومفيش باجز، ده معناه ان الحاجات الغالبه اللي جت في مخنا واحنا بنجرب عدت بسلام. لكن فناس بتقول لا مش مهم نكتب، ده كان زمان، يعني كان زمان في الديسكشن دي نكتب يونت تيستس ولا ما نكتبش. طبعا اليونت تيستنج معناه ان انا لما بعمل فانكشن او كلاس او اي موديول في الكود بتاعي بختبره معزولا عن باقي السيستم، بختبر اليونت ده لوحده، مش لما احطه مع في المكان بتاعه في حسب الاركتكتشر او الديزاين بتاع السيستم ككل. فانا اتطلب مني اعمل فانكشن، الفانكشن دي هتتحط، حد هينده لها من زمايلي من في التيم، وبعد كده هيجي لها انبوت وهي تطلع اوتبوت يروح لحد تاني في التيم، فهي ليها مكان، هي كانها يعني جزء من الترس في المكنه بتاعه السيستم بتاعي. لكن وانا بعملها انا بعمل لها تيستنج لوحدها عشان اتاكد ان هي لوحدها شغاله صح في كل الاحتمالات اللي انا اقدر ان انا اوصل لها يعني.
فكان زمان الناس تقول ايه، نكتب ولا ما نكتبش يونت تيست، نعمل يونت تيست ولا كل واحد يكتب ويركز في الجزء بتاعه وبعدين نجمع الحاجات ونتست في الاخر. كان ده ديسكشن، في كان في خلاف بين الناس. لكن هو بيقول لنا النهارده في الوقت الحالي خلاص كل الناس اقتنعت باليونت تيستنج، وبقت الفكره مش نكتبه ولا ما نكتبوش، بقى الديسكشن كله ازاي نكتبه كويس، يعني ايه ايه الطريقه اللي نضمن بيها ان الديفلوبر بيكتب جود يونت تيست. فهنا بيورينا ليه ناس، يعني ليه الناس ما بتعملش تيستنج في حياتها، لان عشان اعمل تيست باخد وقت طويل، اكتب تيست كود يعني زي ما هنشوف امثله، هاخد وقت طويل بريباريشن في الاول وتفكير وكده وتركيز وكتابه سطور كود كتير قبل ما اكتب السيستم نفسه. يعني هنا الخط ده او ده يمثل السيستم، البرودكشن، البرودكشن كود بتاعي، الحاجات اللي انا هقدمها للكلاينت اللي انا بعملها عشان تبقى جزء من السوفت وير سيستم لما اسلمه. فلو انا مش بستخدم تيست هيبقى عندي الخط السوليد ده. الخط السوليد ده معناه ان احنا اول ما بدأنا في وقت قصير جدا، يعني بعد ساعات قليله جدا، بدأنا نطلع ايه، نكتب الكلاسز والفانكشنز بتاعتنا، والسيستم بتاعنا بدأ يجرو. بس هنلاحظ ان هو مش بيجرو بسرعه، ده هو كان في الاول بيجرو وبعد كده بدأت ان احنا عشان يعني عشان يطلع من 0% مثلا ل 10% خدنا ساعات قليله. ممكن عشان نعمل زيهم بعد كده ناخد يومين، بعد كده ناخد كذا اسبوع عشان نطلع نفس الايه القدر من التقدم. يعني الجزء اللي انجزناه من السيستم مش ماشي بشكل لينير، ده ماشي الاكسبوننشال فيجر اللي قدامنا ده، اللي هو بيقول ان احنا مع الوقت كل ما السيستم بتاعنا كبر كل ما بقى فيه مشاكل اكتر، وكل ما عدد الساعات اللي احنا محتاجينها علشان نحس ان هو تطور او تقدم او بروسيدد او حلينا مشكله او ضفنا فيتشر مطلوبه او كده هناخد ساعات كتير. كل الخط ده معناه كده ان في الاول بننجز في وقت قصير، مع الوقت بيبقى عشان نحس ان احنا انجزنا حاجه ممكن ناخد كذا يوم عمل عشان نحل مشكله. لكن زمان في البدايه كان لسه السيستم في بدايته كان الاخطاء بتخلص في دقائق وبعدين ساعات وبعدين ايام وبعدين اسابيع، وممكن بعد كده يكون في حاجه ملهاش حل غير اننا نهد السيستم ونبنيه من الاول. يعني ممكن في لحظه كده نعمل خط راسي كده عند نقطه وما يبقاش فيه بروجريس بياند ذيس بوينت، الخط ده ممكن يبقى ايه كده موازي او رايح للانفينيتي زي ما انتوا اتعلمتوا في الرياضه الاشكال بتاعه الفانكشن. ده ان انا بسرعه ببتدي، لكن مع الوقت بتبتدي الدنيا تعك وتبتدي التعديلات تاخد وقت طويل جدا، وده الحاله اللي احنا بنشوفها واللي بيخلي سوفت وير سيستمز كتير تفشل. لكن بيقول هنا لو احنا حلينا من العادات بتاعتنا والبراكتسز اللي احنا بنلتزم بيها زي الاجايل ميثودز ما بتقترح ان احنا بنعمل التيستس ديت اوتوميتد تيست، وزي الاكس بي مثلا ما بيقترح هنعمل التيست ده قبل ما نكتب حاجه من البرودكشن، هعمل التيستس بتاعت الكلاس قبل ما اكتب الكلاس، هعمل التيست بتاع الميثود او الفانكشن قبل ما اكتب الفانكشن. فانا قبل ما اكتب الحاجه اللي انا عايزها خدت شويه وقت، خدت كذا ساعه تجهيز، بس هستفيد بعد كده ان انا عندي تقدم ساستيند جروث. يعني مش بقف عند نقطه زي الحاله ديت، البروجرس اهو مستمر بمعدل يعني معقول، وتقريبا المعدل مش يعني مش بيسوء مع الوقت، باخد وقت معتاد علشان اضيف قدر معين معروف من الشغل للسيستم بتاعي. فهنا ده بيورينا اهميه التست، الرسمه دي فعلا في الحياه تجارب كتير وخبرات كتير، الناس اللي عندها خبره هتبقى في دماغها مواقف كتير شافت فيها ازاي ان واحد طنش وبدأ وبعدين ابتدى يتعطل، في حين ان واحد تاني استنى شوية او تأنى او جهز نفسه صح وبعدين بدأ يكتب البروجكت بتاعه فايه فخلص، لان التنظيم بتاع الكود ولان كتابة التستس ديت بتمكننا كل ما نغير حاجة او نضيف حاجة او نصلح حاجة نقدر نران التستس دي ونتأكد ان مفيش حاجة تانية باظت. ودي بيسموها في السوفت وير ريجريشنز، ان انا اضيف حته في السيستم فحته تانية خالص كانت شغاله تتوقف عن العمل بشكل سليم خلاص. فهنا ده نتيجه الايه بيسموها الانتروبي، سوفت وير انتروبي او الاضطراب او
العشوائية أو عدم التنظيم اللي في الكود بتاعي، إن الديزاين مش ماسك في بعضه، وده متوقع لما يبقى بنعمل سيستم بيتغير مع الوقت، وإحنا متوقعين إن الكلاينت مع الوقت بيغير طلباته وبيطلب حاجات جديدة وبيغير اللي هو قاله قبل كده، وإحنا اتفقنا إن إحنا هنبقى ويلكمنج لتشينج. ده منهجنا في المودرن سوفت وير ديفلوبمنت عموما، ان احنا بن ايه بن 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 انتر اكت مع الكلاينتس او مع الكاستمر، وبن ويلكم التشينج، وفاهمين ان الكلاينت بيكونسيدر التشينج ايزي، وكل الكاركترستكس اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده خلاص بتصب في ان السيستم يبقى بالكيرف الغريب ده، الا اذا احنا قدرنا نلزم نفسنا ونتعود على اننا بنعمل يونت تيستس كويسه. ومهم تكون التيستس كويسه، لان ممكن حد يقتنع انه هيعمل يونت تيست بس ما يعملش تيست كيسز تغطي الحالات وتكتشف الاخطاء والكلام ده. فانا من غير التيستس كنت بسرعه على طول بعمل الكيرف الايه اللي بيبدا من تحت ده خلاص. انا متخيل ان انا طالما بعمل تيستس فانا يعني هنعم بالخط الراس الافقي المستقيم ده، بس هكتشف مع الوقت ان انا مش ماشي بالخط اللي انا متوقعه، ماشي على كيرف تاني بين التو لاينز اللي هو الباد تيست كيسز ديت، اللي انا بعطل نفسي شوية اكتر من اللي ما بيعملش تيست، واقل من اللي بيعمل تنظيم التيست بشكل محترم خلاص. فانا وقفت في نقطة في النص كده وبدأت اعمل البرودكشن، ما كنتش مجهز التيست كيسز الكافية والمفيدة للبرودكشن كود او الحاجه اليونت اللي انا عايز اعمل لها تيستنج بعد كده. علشان نشوف، انا في ديمو كود جبته من شرح لاحد الناس اللي كانوا بيشرحوا سي على النت، فكان في احد المحاضرات بيوري الناس اللي بتتعلم من البدايه كده ان هم ازاي يعملوا يونت تيستنج للكود بتاعهم. فده مثال التسلسل اللي هو عامله في الفيديو، والفيديو ده انا حاططهولكم في اخر سلايد، واعمل لكم اكسرسايز مقترح تقدروا انكم تعملوه علشان تتعلموا تبنوا الكود بنفس التسلسل ده. هي الفكره ان الناس ما بتعرفش انها ازاي، مش متخيله ازاي ان انا قبل ما اكتب فانكشن اكتب التست كيسز بتاعتها. فركزوا معايا في الديمو كود ده. هو كان الراجل مطلوب منه ان هو يعمل فانكشن اسمها ايس بيرميوتيشن اوف، يعني هديك اتنين سترينجز وهتتاكد لي هل هم زي بعض بس متبدل شويه حروف مكانها، زي مثلا ممكن S1 ده يكون A B C والتاني يكون A C B او B C A او C A B، واحنا خدنا البرميوتيشنز قبل كده في الديسكريت ماس. فكاني عايز اتاكد ان التو سترينجز مكونين من نفس الحروف ونفس عدد الحروف بس ترتيبهم مختلف، يعني كانهم تو برميوتيشنز من بعض. فقلت يعني الطلب منه، نفترض ان انت مكان، حط نفسك مكان الراجل اللي عايز يعمل الفانكشن اللي اسمها اس بيرميوتيشن اوف ديت، والتيم ليدر او السينيور ديفلوبر اللي في التيم بتاعك كلفك انك تعمل الفانكشن دي، فاتفقتوا على اسمها وعلى انها هتاخد اتنين سترينجز، ومفروض ان هم لو بيرميوتيشنز من بعض ترجع ترو، ولو ما كانوش ترجع فولس. فقمت انت على طول كتبت اول سطر، بدل ما تبتدي بقى تفكر هتكتب الفانكشن ازاي، على طول عملت انها بتريترن فولس من الاول خلاص. وقبل ما تكتب البرودكشن كود او البادي بتاع الفانكشن اللي اسمها اس بيرميوتيشن اوف ديت، طبعا اللي مش فاكر الاس بيرميوتيشن، البيرميوتيشن ان انا عندي تو اوبجكتس وعايز اكتبهم بيسمح لي البيرميوتيشن نعمل ري اوردرنج ليهم، فواحد واثنين ايه الترتيبات اللي ممكن يترتبوا بيها؟ 1 2 و 2 1 دول تو بيرميوتيشنز لبعض، فممكن الاس 1 دي تبقى عباره عن سترنج مكتوب جواه 1 2 والاس 2 تكون سترنج مكتوب جواه 2 1. المفروض ساعتها الفانكشن از بيرميوتيشن اوف ريتيرن ترو مثلا 1 و2 و3، ايه البيرميوتيشنز بتاعتها؟ 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 و3 2 1. حاضر، انا دكتور تقريبا مش عامل شير حاضر. فنرجع تاني للكود كده نبص. هو الراجل قلت لكم انه عايز يعمل فانكشن اسمها is permutation of، نبعت لها تو سترينجز وهي تتاكد هم نفس الحروف بس بترتيب مختلف ولا لا. لو كانوا نفس الحروف الاثنين اربع حروف بس هم نفس الحروف بس مترتبين بشكل مختلف عن بعضه، يبقى هم هيبقوا permutations لبعض.
لو ما كانش يبقى دول مش بيرميوتيشن. يعني مثلا ممكن يبقى واحد منهم 1 2 3 والتاني 2 1 3، اس 1 جواها 1 2 3 واس 2 جواها 2 1 3. فهنا الفانكشن اللي اسمها اس بيرميوتيشن دي المفروض تريتيرن ترو في الحاله ديت. فكان انت طلب منك الفانكشن دي في تدريب او في شركه او في شغل وانت عايز تعملها، او في مشروع تخرج وانت عايز تكتبها، فهمت خلاص هي مفروض تاخد ايه وترجع ايه، فهمت اللوجيك والسيمانتكس وبتشتغل ازاي، امتى بيكون الاس 1 والاس 2 بيرميوتيشنز لبعض وامتى ما بيكونوش. فالطبيعي ان انت متعود، او اي حد يعني متعلم برمجه ما عندوش خبره عمليه وكده، ان هو يبتدي يكتب بقى الكود جوه الاس بيرميوتيشن اوف ديت. فقمت انت قلت لا، او الطلب منك السينيور قال لك انت هتعمل ايه، انت ناوي تكتب الفانكشن كده على طول؟ تقول له اه، امال اعمل ايه؟ فهيقول لك لا، احنا عايزين نتست، نكتب التست قبل الكود. فقلت له ازاي؟ فايه، فاقترح عليك تعمله فانكشن كده. ده كده انا بوريك ان ده في السي، لان احنا في الغالب اليونت تيستنج ما بنكتبش الكود بتاعه كله فروم سكراتش كده، زي الاكزامبل ده ما هيورينا. احنا عندنا فريم ووركس زي الجي يونت في الجافا والاكس يونت وفي البايثون بتكتب امبورت يونت تيست وتستخدم حاجات جاهزه وكده. فهنا هو بيوريك ان احنا حتى لو بنستخدم لغه، مفيش امكانيه ان احنا، مفيش لايبرري جاهزه ومفيش طريقه تربطها بالفريم ورك اللي انت مفترض انك تستخدمه. فانت برضو تقدر تعمل يونت تيستنج بانك تعمل الكود بنفسك، تعمل فانكشن زي كده. هو هنا قال هنعمل فانكشن اسمها تيست. الفانكشن دي بتاخد القيمه اللي المفروض ترجع من الفانكشن، وبتاخد الاكشوال اللي هي ان انا بقول الفانكشن على سام سترينج. يعني ممكن هنا انا عارف ان A و B و C، A ان 1 2 3 و 3 2 1 اتنين بيرميوتيشنز لبعض، فاجي هنا في الاكشوال وانادي الفانكشن اللي اسمها اس بيرميوتيشنز اوف على A B C و C B A، او 1 2 3 و 3 2 1. وفي الاكسبكتد دي احط القيمه اللي انا متوقعها ترو او فولس، 1 او 0. وهنا كمان عمل حاجه في التست ديت، يعني عمل فانكشن اسمها تيست، نقدر نعمل زيها في اي برنامج لينا في اي لغه على فكره. يعني الفكره دي ممكن نعملها قبل ما ناخد اي، ما نتعلم اي تيست فريم ورك، سواء في السكشن او في المحاضرات اللي جايه، نقدر اننا نمشي على نفس الفكره دي. وانا عامل لكم اكسرسايز عشان تجربوا هل انتوا فاهمين الكلام ده وتقدروا تعملوا زيه ولا لا. فهنا انا عندي فانكشن عايز اعمل لها تيستنج، فعملت فانكشن اسمها تيست. وبعدين الاكسبكتد دي هحط شويه، هنادي التست دي كذا مره زي هنا، تست 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 جوه المين. وبعدين اول حاجه جوه التست ببعت النتيجه اللي المفروض الفانكشن ترجعها، اللي انا عارف هي صح ولا غلط، ترو ولا فولس. ومكان الاكشوال بنادي الفانكشن اللي انا هعمل لها تست وابعت لها سام ارجيومنت. فهنا مثلا التست فانكشن دي اول مره، اول تيست كيس عندي ان انا هجرب هشوف الاس بيرميوتيشن اوف، هتعرف ان الاي والاي حرف واحد وحرف واحد نفس الحرف، هل هترجع لي ترو؟ وده المطلوب، ان الاي هي بيرميوتيشن لنفسها، لو وان اي حرف هو بيرميوتيشن لنفسه. لو انا بعت حاجه اكبر اي بي سي واي بي سي نفس الحاجه بنفس الترتيب، المفروض برضو الاس بيرميوتيشن تريترن ترو. لو بعتهم مش مترتبين زي سي اي بي وبي اي سي، لان هم دول نفس الثلاث حروف بس ترتيبهم مختلف، فهم ينطبق عليهم ان هم بيرميوتيشنز لبعض، فمفروض الفانكشن از بيرميوتيشن ترن ترو برضو في الحاله دي. لو انا بعت اول سترينج سي والتاني بي، المفروض الفانكشن از بيرميوتيشن ترن فولس، لان دولت مش حرفين، مش نفس الحرف، دولت حرفين مختلفين، فما ما همش تباديل لبعضهم. لو انا كبرت شويه بدل سي اي بي عملت من اي لغايه جي والعكس، هترن ترو. لو واحد من الاثنين او الاثنين كان فاضي، لو واحد جه يستظرف فنده الاس بيرميوتيشنز وبعت سترينج فاضي، فانا هنا التست كيس دي اتحطت لي، او انا حطيتها عشان لو انا وانا بكتب الكود بعد كده نسيت احط اف ستيتمنت تتشيك ان الواحد من تول سترينجز او هما الاثنين فاضيين، خلاص التست كيس دي هتنور وتعرفني ان انا في حته في الكود ناقصه. فهنا في الحالات دي ان انا بقارن حاجه فاضيه بحاجه ثانيه، الامتي سترينج ده يمثل، ما يمثلش بيرميوتيشن، يمثل هيبقى فولس. لو انا بعت سترينج اي بي سي مع اي بي، دول مش بيرميوتيشن لبعض، لان الاي بي ما هياش بيرميوتيشن، ما هياش ناقصه حرف من الثلاث حروف بتوع الاي بي سي، فلازم يكون نفس عدد الحروف. فلما هبعت اي بي سي مع اي بي
المفروض الفانكشن دي تريتيرن فولس. فالتيست دي من جوه بتعمل ايه؟ بتقارن الحاجه نتيجه الكول بتاع الفانكشن بالقيمه الاوتبوت اللي انا قايلها لها، بتقارن الاكسبكتد اللي انا حاططها، النتيجه النهائيه اللي انا حاططها في التيست كيس لما ندهت التيست كيس دي في المين، بالكول بتاع الفانكشن في الحاله اللي انا عايز اجربها. لو الاثنين بيساووا بعض يبقى هتقول ان التيست اللي اسمه كذا نجح. خلاص، لو الاثنين مش بيساووا بعض هتقول ان في فشل، لان انا كنت متوقع القيمه الفلانيه اللي هي expected وجات لي القيمه الفلانيه. فهنا انا ما كتبتش اصلا الاس بيرميوتيشن لسه، انا كتبت جواه بس ريتيرن فولس. لو جيت شغلت الكود ده هلاقي الكود ده بيتست 10 حالات. الحاله نمره ايه؟ ان انا ابعت ايه في التو سترينجز قال لي فيلد، لان انا مش كاتب اصلا كود ينجح، يعني ما كتبتش كود يكتشف البرميوتيشنز ان السي اي بي والبي اي سي دولت ده اسم واحده من التيستز. دي فايده ان احنا عملنا بارامتر ثالث للفانكشن تيست عشان نحط سترينج معبر عن التيست، نفتكر التيست كيس دي احنا حطيناها تمثل ايه بالظبط. هنا مثلا قبل الاخيره دي انا بتست ان انا لو بعت لك اثنين سترينجز مش قد بعض في عدد الحروف خلاص هتريتيرن ايه؟ فولس. فهو ده اللي حصل هنا، والايه والتيست كان باست. فهلاقي هنا ان انا لسه ما كتبتش كود، فطبعا في حالات كتير هتبقى مش ناجحه. يبقى هنا ده التسلسل، ان انا فهمت الفانكشن اللي مطلوبه مني، قعدت افكر ايه التيست، عملت التيست فانكشن دي، او هي غالبا هتبقى ما فيهاش تغيير يعني من برنامج لبرنامج او من فانكشن لفانكشن او من يونت ليونت. وبعدين فكرت في الحاله بتاعت الاس بيرميوتيشن ديت في شويه كيسز اعمل لها تيستنج. فكل واحده من دول بنسميها تيست كيس، ونفسنا ان التيست كيسز العشره اللي في الاكزامبل دولت يغطوا كل الاحتمالات الممكنه. ممكن نكتشف، حد فيكم يكتشف حاجه رقم 11 او 12 او 13 او كده. خلاص، فهنا لسه ما كتبتش الفانكشن لكن كتبت التيست كيسز، وكمان عملت راننج ليها وشفت انها في حاجات ما اتعملتش لان لسه الفانكشن ما اتكتبتش. هيجي بعد كده الفيديو ده هيشرح لك بقى طب احنا ازاي نعمل الاس بيرميوتيشن. فكرته بسيطه، ان انا همسك التو سترينجز دولت وهعمل لهم سورتنج هما الاثنين. فلما هعمل لهم سورتنج لو هما بيرميوتيشنز من بعض، بعد ما يتعمل لهم سورتنج هيبقوا زي بعض بالظبط، لان هم المفروض مكونين من نفس الحروف، خمس حروف، نفس الخمس حروف. لو انا عملت سورت للاس 1 وعملت سورت للاس 2 اللي هي نفس الخمس حروف، نتيجة السورتنج بتاع الأولاني والتاني هتبقى نفس القيمة. خلاص؟ فهو هيعتمد على الفكرة دي علشان يعرف، هيعمل سورت الأول وبعدين يكمبير التو سترينجز ويتأكد إن هما زي بعض. لو زي بعض هيقول إن هما كده الإس 1 والإس 2 دولت كانوا بيرميوتيشنز لبعض. لو في اختلاف يبقى ما كانش، يبقى في اختلاف بينهم مش زي بعض، مش نفس الحروف أو مش نفس عدد الحروف، فهيريتيرن ساعتها فولز. يعني إحنا دلوقتي عندنا لوجيك معين، بس قبل ما نكتب اللوجيك ده كتبنا التيست فانكشن والتيست كيسز. طيب الفانكشن نفسها انا طبعا مش همشي عليها خطوه خطوه، لكن عندكم الفيديو هحط لكم اللينك بتاعته وتقدروا لو انتم مهتمين بتفاصيل البرميتيشن هيتعمل ازاي تمشوا عليه. لكن انا هاجي كده انا حاطه في فايل جنبه علشان اخده مباشره. هو اكتشف ان هو فكرته انه يعمل سورت، فعمل فانكشن اسمها سورت، وبعدين استخدم الفانكشن دي جوه الاس بيرميوتيشن علشان يسورت التو سترينجز، ولو لقاهم زي بعض بالظبط اهو القلب او الحته المهمه هنا هي انه عمل سورت للسترينج الاول وسورت للسترينج الثاني. لو لقى الكومباريزون بينهم بيرجع زيرو، يعني البي اس 1 والبي اس 2 او التو سترينجز زي بعض بالظبط، هاي ريتيرن ترو. انا هاخد الكود ده وهحطه هنا وكده كأن انا الاول عملت التست وبعدين كتبت الفانكشن. قعدت كام ساعه كده كتبت فيها الفانكشن اللي اسمها اس بيرميوتيشن اوف. فدلوقتي بعد ما خلصتها انا خلاص مطمئن ان انا عندي تيست كيسز تقدر تبين لي انا نسيت حاجه في الكود ده، في حاجه ما خدتش بالي منها، في غلطه مثلا، حرف غلطت فيه، اي غلطه عملتها المفروض التيست كيسز دي حاجه منها تنور لو في ايرور. فانا لما نفذت دلوقتي الكود لقيت كل التيست كيسز العشرة مكتوب باست، يعني نجحت. التيست اللي هو ايه؟ لما بعت حرف واحد نجح، التيست اي بي سي في الاثنين سترينجز نجح،
التست تو سترينجز بنفس عدد الحروف بس متلخبطين، هو رتبهم هما الاثنين فبقوا الاثنين اي بي سي ونجح. لما بعت سي وبي قال لي ان هما مش زي بعض ونجح، وهكذا. لما بعت اي بي سي واي بي قال لي ان هما مش زي بعض ونجح، وهكذا. فكده انا عندي ثقه ان الفانكشن بتاعتي قد تكون سليمه، اقدر دلوقتي ان انا اعمل. لو انا تاني يوم جيت غيرت حاجه في الاس بيرميوتيشن ديت، فانا مش هقعد افتكر التست كيس اللي انا كاتبها فعلا هو في التست كود هنا، دول هيفضلوا موجودين معايا سيفد. فاي تغيير هعمله في الاس بيرميوتيشن اوف تاني يوم، تالت يوم، بعد شهر، بعد سنه، خلاص ريفاكتورنج عملته، خلاص قبل ما ابتدي استخدمها بقى في البرودكشن اعمل اري ران ال 10 تيستس دولت. لو هم دول انا مقتنع ان هم تيست كيسز، جود تيست كيسز، عشان تكتشف الاس بيرميوتيشن فيها اخطاء او فيها مشاكل ولا لا. ففي الحاله دي انا بقى معايا حاجه اوتوميتد، مش هقعد بقى ادخل بالكيبورد. طب جرب زي ما احنا بنعمل لما بنكتب كود وبنحاول نشوفه صح ولا غلط. فهنا بقى معايا اوتوميتد تيست كيسز مكتوبه في لغه السي باقل امكانياته فروم سكراتش. كل اللي عملته اني عملت فانكشن اسمها تيست، وتقريبا دي فانكشن اي يونت تيستنج هتعمله في لغه السي مثلا هيبقى حاجه زي كده. وبعدين ندهت الايه التيست كيسز دي كلها علشان اشوف هي صح ولا غلط. لو لقيت ان الاسبرمنتيشن اطمئنيت انها صح هاخدها كده، او انا ممكن طبعا اكون حاططها في فايل تاني واعمل له انكلود هنا وبعمل لها تيستنج في الكود ده، واستخدمها بقى في برامجي عادي وانا متاكد ان هي، او عندي عملت اللي عليا كديفلوبر عشان اضمن ان هي شغاله صح. واضح الكلام ده ولا في اي مشاكل؟ هي الميثود اللي اسمها ترو واسمها فولس ده اللي بيعملها الميثود اللي اسمها ايه تاني؟ ترو فولس. لا هو طبعا هو ترو فولس دولت هو متعرفين اس كونستانتس، يعني بدل ما يكتب 0 1 صح، المفروض ان 1 يعني ترو و0 يعني فولس، فهو معرفهم ككونستانتس بس. يعني انت ممكن نفس الكود ده بدل الترو فولس تكتب هنا ريتيرن 0 وريتيرن 1 وكده، فاهم؟ تمام يا دكتور، تمام تمام طيب. لو رجعنا تاني للسلايدز بتاعتنا، فهنا لما قعدنا نعمل التست كيسز الكتير ديت احنا خدنا الوقت الطويل ده، ولما بدأنا نكتب الاس بيرميوتيشن اوف كأننا بدأنا الخط الايه المستقيم ده. بس كل ما هغير في الاس برودكشن في 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 حياة بقى في اللايف سايكل بتاعت البروجكت بتاعي هنادي التست كيسز بتاعتها. لو انا مش عامل تيستنج وشغال بالكيرف الغريب ده، فانا ما عملتش الحالات اللي هي ال10 تيست كيسز اللي كانوا تحت خالص دول، ما عملتش الفانكشن تيست، كتبت البرودكشن كود وخلاص. فانا في حاجات يعني ممكن لما شغلت الكود اول مره بايدي دخلت على الكيبورد شويه ال10 حالات دول فعلا، لكن لما هاجي تاني يوم اغير في الاس بيرميوتيشن اوف مش هبقى بنفس الحرص على اني اتست كل حاجه زي ما عملت في اول مره، فهيبقى ممكن في ايرور بقى مدفون جوه الفانكشن لاني ما عملتش تيستنج بكل الحالات. ومع الوقت الاخطاء المدفونه ديت هتخلي الكود صعب جدا ان هو نضيف له حاجه او نصلح الاخطاء اللي فيه او كده. فده مثال يبين لنا الرسمه دي ايه معنى الخطوط ديت، وليه في خط داخل جوه شويه كده والخط التاني قريب من الزيرو وهكذا. طيب احنا لما بنيجي نعمل حاجه شبه الكود ده، احنا عندنا كل تيست كيس من دول، كل سطر من دول هنسميه تيست كيس. ال10 سطور دولت هنسميهم تيست سوت، اللي هي تجميع التيست كيسز بالتيست سام يونت. لما هشغل اي واحد في دول، يعني مثلا لو شغلت الراجل ده اللي هو بيتشيك بيرجع فولس لو ما كانوش قد بعض عدد نفس عدد الحروف. لو جينا جوه الفانكشن احنا مش هيهمنا تفاصيل بقى، لو انت مش فاكر بقى الملوك والاسترلان والحاجات ديت مش مهم، هي المهم الفكره انت تعملها باي لغه برمجه، لكن المهم الفكره نفسها. فانا هنا لما كان الاس 1 والاس 2 واحد فيهم اي بي سي والتاني اي بي، فاول سطر وتاني سطر دول هيتنفذوا. السطر ده هيبقى فيه كونديشن، لما انا بعت اي بي سي واي بي هل حد منهم كان طوله صفر؟
لا لا، فمعنى كده ان لما انا بدأت في الكيس ديت، نفذت السطر الاول ونفذت السطر الثاني ونفذت السطر الثالث، بس السطر اللي جوه ريتيرن فولس ده ما دخلتوش، لان التيست كيس دي ما كانش فيها الحاله اللي بتحقق الكونديشن ده، فيبقى السطر ده مش كفرد بالتيست كيس ديت، بس ممكن تيست كيس تانية تبقى كفرنج ليه، زي مثلا التيست كيس اللي هي كانت دي مثلا التيست كيس دي كانت بتقارن اي بي سي، او التيست كيس اللي تحتها كانت بتقارن سترينج فاضي بسترينج فاضي، فهنا الاسترلين بتاع ده زيرو والاسترلين بتاع ده زيرو، فكنا هنخش في نفس الايف ستيتمنت ونعمل، فكل تيست كيس من دولت بتكفر او بتغطي او بتكزكيوت سام لاينز من البرودكشن كود بيز اللي انا عايز اعمل له تيستنج، اللي في المثال ده الفانكشن از بيرميوتيشن اوف. خلاص لو جمعت بقى شفت كل السطور، لو كل سطر في حد منهم على الاقل مغطيه، هيبقى انا عندي فول كود كفرج. يبقى هو هنا بيعرفني بقى فكره الكفرج، الكفرج ماتريكس. كفرج ماتريكس يعني شويه حاجات بنقيسها علشان نشوف التست كيسز بتاعتنا، زي في الاكزامبل ده ال10 كيسز دول هل بيغطوا كل الاحتمالات ولا لا. فاول تعريف عندنا هو الكود كفرج، اللي هو بيمثل عدد سطور الكود اللي التست كيسز يعني غطتها او نفذتها ولو مره واحده، كل سطر كود بنشوفه في اي حاجه من التست كيسز مشيت عليه ولا لا، حتى لو اتنفذ مره واحده بيبقى كده كفرد على التوتال نمبر اوف لاينز في البرودكشن كود بيز بتاعنا. هنشوف اكزامبل كده على الكود كفرج ده عشان نتاكد اننا فاهمينه. ده اكزامبل بسيط في الكتاب تقريبا، ده بالسي شارب. بيقول از سترينج لونج، فانا كان البرودكشن بتاعي هو ده والتيست هو الجزء اللي تحت. البرودكشن مطلوب من الديفلوبر انه يعمل فانكشن تشوف تاخد سترينج وتريتيرن هو لونج ولا مش لونج، والتعريف بتاعها اللي اتقال للبروجرامر ده ان لما يكون السترينج اللي جاي لك طوله اكتر او مكون من اكتر من 5 حروف اعتبر ان هو لونج سترينج وريتيرن ترو، ولو ما كانش 5 حروف، لو كان اقل من يعني 5 حروف او اقل اعتبر ان هو مش لونج وريتيرن فولس. فهو كود بسيط. طيب التست كيس اللي احنا عملناها هنا اللي شبه السطور اللي احنا كتبناها هناك، هنا بيستخدم ما يسمى الاكس اكس يونت، اللي هي بفريم ورك بتعمل يونت تيستنج للدوت نت. فعمل ايه؟ نده الفانكشن دي على حاله زي الاي بي سي، زي الحالات اللي احنا شفناها في الايه في السي كود من شويه. فانا عملت تيستنج بحاله واحده، ان انا بعت الانبوت ده اي بي سي المفروض ان يرجع فولس، فعشان كده عملت assert dot equal يعني اتاكد الassert ديت بتتاكد لي وبتريترن ترو او فولس حسب اللي انا طالبه منها. فانا بقول للassert دي لو سمحت اتاكدي ان في equality بين الفولس وبين النتيجه بتاعت الكول اللي انا بعت فيها 3 حروف بس. يعني بقول هنا السطر ده معناه هيرجع لي ترو او فولس حسب انا لما بعت الاي بي سي رجع لي فولس ولا لا. لو بعت اي بي سي رجع لي فولس هيبقى الموضوع ده هيقول لي ان انا فاست، نجحت التست نجح. لو انا بعت اي بي سي رجع لي ترو معناها ان في غلطه في الكود، لان الاي بي سي ديت 3 حروف مش لونج سترينج. فهنا التست ده ما عملش غير حاله واحده، اللي هي ان يكون السترينج صغير، ما عملش حاله السترينج الكبير. فعشان كده الحاله هنا ديت انا عندي تيست كيس واحده، مش زي هنا كان عندي 10. هنا في الاكزامبل اللي قدامنا في السلايد اللي انا واخده من الكتاب كان هو وان تيست كيس بس. طب هل التيست كيس ديت دخلت في كل سطور الكود؟ هو هنا هيبدا يعد عشان يحسب الكود كفرج. قال ان الكود كفرج في الحاله دي 80%. ليه 80%؟ لان لما بعت هنا الاي بي سي في الانبوت ده هندخل في القوس ده نلاقي ايه في ستيتمنت، هل الانبوت اللينس بتاعه اكبر من 5 ولا لا؟ فولس. فولس، يعني مش هندخل جوه الايف ستيتمنت ديت، هننط ونروح للريتيرن اللي تحت. فقال لك هنا ايه اللي انا ايه اللي التست ده عمل له كفرنج؟ سطر القوس وسطر الاف دخلنا فيهم، وبعدين سطر الريتيرن اللي تحت والقوس بتاع القفل عملنا. فاحنا كان عندنا 5 سطور، ما حسبناش السطر الفاضي ده،
هو بيحسب السطور اللي هي ليها معنى في السنتكس ما نقدرش نستغنى عنها، فكأن هو معتبر ان الكود ده برودكشن كود مكون من 5 سطور اللي هم سطر القوس وسطر الاف وسطر ريتيرن ترو وسطر ريتيرن فولس وسطر قوس القفل. لما احنا بعتنا اي بي سي ده التست كيس الوحيده اللي عندنا، في سطر مع ما حصلوش كفرنج اللي هو ريتيرن ترو ده، لان الاي بي سي كانت ما هياش لونج، فما ما حققتش الكونديشن ده فما نفذتش السطر ده، فبقى عندي 4 سطور كفرد وفي سطر مش كفرد، يعني 4 من 5 يعني 80%. ده يديني انديكيشن ليه اما اشوف الكود كفرج ما هواش 100%، ان معنى كده ان انا في عندي سطور ما تمش اختبارها، ما تنفذتش، ما حصل لها اكسكيوجن، ما حصل لهاش سوري اكسكيوجن. فاهمين الكلام ده؟ فمفروض ما انا مفروض انا لما الاقي كده اعمل ايه في الكود اللي قدامي ده، في التست كود مفروض اعمل ايه هنا علشان الكود كفرج ده يتحسن؟ هزود تيست كيس مثلا رقم اكبر نفس سترينج. السطرين دول هاخدهم كوبي كده، وبدل اي بي سي هقول زي ما قال زميلنا اي بي سي دي اي اف جي اتش مثلا، حاجه اكبر من 5، وهأسرت كواليتي بس بدل فولس وريزلت هتبقى ايه؟ ترو وريزلت، لان لو كان اكبر احنا هيبقى الانبوت ده هيحقق الشرط فهيريتيرن ترو. فيبقى انا لما هشوف كود كفرج صغير قيمته صغيره او الميجرمنت بتاعه اقل من تطلعاتي، معناها ان انا ده انديكيشن صح ان في نقص في التست كيسز عندي، فهفكر ازاي احسن التست كود علشان السوت بتاعي ده او التست كيسز بتاعتي دي تكفر كل الكود. بس هيقول بقى في مشكله خطيره في الكود كفرج دي، ان في واحد كتب الكود ده وباستخدام نفس التست ده بس كتب الكود البرودكشن غيرنا فيه، يعني جه تاني يوم واحد عايز يعمل ريفاكتورنج وبيشتغل على الكود ده فما عجبوش الطريقه اللي احنا كاتبين اف مش عارف اللينس اكبر من 5، قال واحنا ليه نعمل اف ستيتمنت، احنا اصلا الاكبر من دي بتريتيرن ترو او فولس، فقام جه كتب نفس الكود ده كده سطر واحد بس، بدل ما يقول اف ستيتمنت قال له ريتيرن انبوت دوت لينس اكبر من 5، فهو الاكبر من ديت هي فعلا هي كاوبريتور بيريتيرن او لا، يس اور نو، ترو او فولس. فهنا لما كان الانبوت دوت لينس احنا خدنا الانبوت على طول قارنا اللينس بتاعه بال5 ورجعنا النتيجه بتاعت الاكبر منه، فده الكود ده مور كومباكت ومور بروفيشنال. خلاص ايه المشكله بقى؟ ان لما انا غيرت في البرودكشن كود انا كان اصلا مشكلتي ان الكود كفرج قليل، معناها ان ده ان التست كيسز مش كافيه. لما انا اصلا التست كيسز ما غيرتهاش، يعني في الحاله دي انا لسه برضو بتست بسترنج صغير، ما عملتش تست بسترنج طويل، يعني هنا لسه التست كيسز اللي قدامي ناقصه، ومع ذلك لما جيت احسب الكود كفرج لقيت ان في الطريقه الجديده ديت اي تيست هعمله هيخش على قوس البدايه، هيخش على السطر ده وهيريترن ترو او فولز، وهيخش على قوس النهايه، فاي تيست هعمله هيمر على ال3 سطور الجداد بتوع الفانكشن اللي اسمها از سترينج لونج. يعني اي تيست هعمله حتى في الحاله اللي قدامي دي اللي كان فيها تيست كيس واحده هتريترن الكود كفرج هيتحسب على انه 100%، وال 100% دي ممكن تخدعني تديني ايحاء ان انا عامل تيست كيسز كافيه، مع ان هنا في انا شايف بعينيا ان انا ما اختبرتش خالص حاله اللونج سترينج، انا اختبرت حاله واحده بس كان فيها شورت سترينج. فانا معنى كده ان لو الكود كفرج صغير يبقى انا اعرف ان ده كده ناقوس خطر حقيقي ان انا في حاجات ناقصه في التيست كيسز بتاعتي. اما لو كان الكود كفرج كبير زي ال 100% فانا ما انخدعش، لان ده مش معناه لا يكفي ليا اني اضمن بيه ان التست كيسز بتاعتي كامله، يعني ده مش معيار ان هي 100% هنا ان التست كيسز كويسه، لان حضراتكم شايفين ان انا فعلا هنا ما اختبرتش حاله من اي حاله لللونج سترينجز. واضح الكلام ده؟ يعني الكود كفرج لو صغير اخد بالي، لو كبير ما تاثرش بالحكايه دي، يعني هو كبير ده حاجة كويسة بس مش كافية علشان أضمن إن التست كيسز بتاعتي كاملة، يعني دي خطوة أولى
ان هو يكون 100%، بس عشان اضمن ان التست كيسز بتاعتي جود وشامله لكل حاجه وكفرين كل الحالات، محتاج اعمل حاجات تانية. طيب هو هنا هيعرف لنا حاجه ممكن تخلينا نتغلب على مشكله التست سوت اللي كان في الاكزامبل اللي فات ده، وهي ان هو فعليا عارف، انا عارف ان الكود ده فيه فرعين حتى لو ما فيش اف ستيتمنت هنا، انا عارف ان الاكبر من ديت ليها حالتين، يا اما تكون ترو او فولس. ففعليا الكود بتاعي ده الفلو بتاعه ان انا لما ببدا يا اما يكون اللينس اكبر من 5 فهتحصل حاجه اني هريترن ترو، او هيكون اللينس اصغر من او بيساوي 5 فهعمل الحاجه الثانيه واريترن فولس. واضح الكلام ده؟ يعني انا الكود بتاعي كده واضح من اللوجيك بتاعه ان في فرعين. فانا لما اجي اقيم الكود كفرج، بدل ما اعد السطور اللي اتنفذت هنا، لان في كل الحالات الثلاث سطور اللي في الكود ده هيتنفذوا، انا اعد هو في كام برانش. زي هنا انا فكرت فحسيت ان الكود بتاعي فيه 2 برانشز. طبعا لو مكتوب if statement هتبقى باينه قوي، لو حاجه زي كده مش باينه، بس واضح ان انا استخدمت حاجه بتريترن لوجيكال فاليو اللي هي الاكبر من، الاكبر من والاصغر من، والحاجه مثلا حاجه اكبر من حاجه، اند حاجه اصغر من حاجه، او اور او نوت او كده. كل اللوجيك اوبريتورز دولت انا عارف ان هم ممكن اعتبرهم برانشز، لان ممكن يدوني ترو او ممكن يدوني فولس. فواضح هنا ان انا عايز ريتيرن ترو او ريتيرن فولس، ففي تو برانشز. فالبرانش كفرج بيقول لك ايه عشان تتغلب على مشكله الكود ده اللي خدعك وقال لك ان الكود كفرج 100، مع ان هو ما كانش بيعمل تيستنج غير لمسار واحد من المسارين المحتملين للفانكشن اللي اسمها از سترينج لونج. فجه هنا قال ايه؟ قال لا، احنا نعد البرانشز اللي في الكود ونشوف التست كيس بتاعتنا مشيت على اني برانش فيهم. فهنا كان عندي تست كيس واحده اللي هي اي بي سي، فهتمشي على البرانش ده على الخط ده ومش هتمشي على ده. فكان انا الكود بتاعي البرودكشن كود فيه 2 برانشز والتست سوت غطت 1 برانش بس، فيبقى البرانش كفرج بتاعي 50%. فده معيار افضل شويه ان انا اقول ان الكود كفرج 100 وانخدع. فالبرانش كفرج هنا مكنني اني افهم القصور اللي في التست كيس بتاعتي، ان في حالات او في برانشز ملهاش تست كيسز لسه. خلاص، فحاجه كويسه البرانش كفرج ده. زي ما انتوا قلتوا برضو من شويه، انا ممكن اضيف تست كيس ثانيه هنا تمشي في البرانش الثاني ان يكون اللينس اكبر من 5، وفي الوقت ده هبقى انا عندي التست كيسز بيمشوا على التو برانشز، فيبقى البرانش كفرج بقى 100%. فهل احنا ما نستخدمش الكود كفرج يعني ونستخدم البرانش كفرج؟ هيفاجئنا بمشكله ثانيه خاصه بالبرانش كفرج. نركز كده في الكود ده كويس قوي. احنا طبعا لما بنستخدم اي لغه برمجه بنتعود على اننا ننادي الفانكشنز الجاهزه والكلاسز الجاهزه اللي موجوده جوه اللغه بتاعتنا ديت. فبص كده، تخيل نفسك مكان شخص اتطلب منه ان هو في بروجكت زي ده بالسي شارب ان هو نبعت لك سترينج هيكون فيه رقم وانت تحوله لانتجر، زي في السي كده اي تو اي او سترينج تو انت. خلاص، في لغات كتير. فالبارس ديت اللي انا عايز اعملها، مطلوب مني اعمل فانكشن تاخد سترينج، بس انا عارف ان السترينج ده غالبا هيكون فيه رقم صحيح، فاحوله من ان هو سترينج حروف اسكي الى انتجر فاليو. فانا اتطلب مني اعمل الفانكشن دي، ففكرت اعملها ازاي. قلت ايه ده، طب ما هي اللغه اصلا الدوت نت، الراجل ده يعني بيستخدم الدوت نت، فيها فانكشن جاهزه اللي هي انت دوت بارس. الميثود ديت هتاخد مني سترينج تحوله للانتجر وخلاص. فانا جوه الفانكشن اللي مطلوب مني ما عملتش غير حاجه واحده بس، ندهت فانكشن جاهزه دي، كان انا بنادي اكسترنال لايبرري. فلو انا بالمنطق ده، اي تيست كيس هتبدا الكود هتروح للسطر ده وهتخلص. يعني اي تيست كيس هيبقى الكود كفرج بتاعها 100%. هنا في التستنج كان عنده حاله واحده بس، انه بعت 5 as a string، فالطبيعي ان الريزلت تبقى 5 as an integer. فلو قارنت الخمسة بنتيجة البارس اوف سترينج 5 ديت، المفروض يكونوا بيساووا بعض. الاسيرت ايكوال دي المفروض انها ترجع لي ترو. فهنا الكود كفرج 100%. الخدعة بقى في ايه؟
ان انت لو انت اللي كاتب الكود ده وفكرت البرانشنج بتاعه، هتفترض ان ده وان برانش، لان ما عندكش هنا اي حاجه لوجيكال، ما عندكش اي اف ستيتمنت او سويتش كيس او اكبر من او اند او كده. فانت شايف ان الكود بتاعك سطر واحد، فهتفترض ان ما فيهوش برانشنج، يبقى البرانش كفرج بتاعه 100%. فهل ده يطمئنك ان الكود ما فيهوش فعلا برانشز؟ هو هنا بيقول لك المشكله بتاعت البرانشنج ان احنا بنستخدم اكسترنال لايبرز مش عارفين تفاصيلها، مستخبيه عندنا. فلو بصينا في الاكزامبل بتاع الانت بارس ده ونشوف مايكروسوفت عامله الكود بتاع البارس ده ازاي، هنلاقي ان الانت دوت بارس ديت جواها في تفرعات برضه، بس انا مش عارفها، انا مستخدم للانت دوت بارس، لكن هي بتاخد في اعتبارها لو انا بعت لها حاجه ما هياش انتجر بتاخد بالها، لو بعت لها انتجرز بتاخده مشكوره وبتحوله يعني سترينج مكون من رقم صحيح بتاخده وترجعه، لو بعت لها سترينج فاضي بتاخد بالها، لو بعت لها نال بتاخد بالها. فكأن الانت دوت بارس اللي انا ندهتها اللي هي شكلها سطر واحد هنا، انا مش عارف ان انا لما ندهتها هي من جواها بتتفرع اربع تفرعات زي ما الفيجر ده بيقول. طيب انا لو بعمل الفانكشن دي في برنامج ببيعه لشركه، وبعد كده اكتشف ان لسبب ما مايكروسوفت البارسنج بتاعها ده او البرانشز دي بتشتغل او بتعامل سام اوف ذا انبوت بوسيبيليتيز ديت بشكل بيخلي الكود بتاعي انا غلط، فمعنى كده ان انا خدت فلوس من كلاينت بعمل له سوفت وير استخدمت فيه فانكشن عاملاها مايكروسوفت، تمام، والفانكشن ديت استخدمتها وكان فيها اخطاء وانا مش عارف الاخطاء دي، انا صممت التست كيسز واطمأنيت ان انا مش شايف اي برانشنج غير اللي في الكود بتاعي، فانا مفترض ان البرانش كفرج بتاعي 100%، فاطمأنيت للحاله ديت، بس عندي حاجات اكسترنال لايبرز، حاجات من شركه مايكروسوفت حد غيري عاملها، مش هقعد اخش جواها واحللها كسورس كود عشان اشوف. خلاص، فدي مشكله هنا في البرانش كفرج، ان انا البرانش كفرج لو عندي اكسترنال لايبرز او كول فانكشنز، زي لو انت في السي بتنادي البرنت اف او في اي لغه برمجه بتنادي برنت، هل انت عارف انت بالنسبه لك البرنت دي امر بيطبع على الشاشه، لكن ممكن يكون جواها اللي عامل الكود بتاعها بيتشيك الاول ان الحروف بتاعتك برنتبل ولا لا، بيتشيك ان كارت الشاشه ريتشابل دلوقتي، بيتشيك ان مفيش يعني في تشيكس وايف ستيتمنتس انت ما تعرفهاش، فاي اكسترنال لايبرري فانكشن انت بتناديها. فهنا البرانش كفرج الكبير برضو كان خادع، زي ما من شويه كان الكود كفرج الكبير ده كان خادع، مع ان كنت واضح قدامي ان التست كيسز قاصره، فهنا التست كيس ديت كانت قاصره عن البرانشز الخفيه اللي جوه الثيرد بارتي او الاكسترنال لايبرري فانكشن اللي اسمها البارس ديت، الهيدن بارتس ديت ما اتاخدتش في الحسبان واحنا بنصمم التست كيسز واطمأنينا ان الكفرج برانش كفرج بتاعنا 100%. تمام، يبقى هنا ان يبقى عندي ان الشركه، في شركات هو هتلاقي في الكتاب بيحكي لنا كمان قصه هو مر بيها المؤلف في احد الشركات اللي كان شغال فيها، ان الشركه دي تبنت الفكر ده وقالت لكل الديفلوبرز مش مفيش حاجه هتعتمد، مفيش برودكشن كود هيتضاف للسيستم غير لما اليونت تيستنج كفرج بتاعه يكون 100%. فهنا في بعض الديفلوبرز مش هيبقوا هيحاولوا يلفوا حوالين الفكره ديت، فاكتشف ان انا مجرد ما انا مشيت في كل البرانشز خلاص، حتى لو التست كود ما عملش اي تشيك، هنا التست كود ده خليته ينادي التو برانشز بتوع الايز سترينج لونج، واحد سترينج صغير وواحد سترينج كبير، بس ما عملش هنا اي اسيرت او تشيك ان هو ترو او فولس، يعني مجرد ندهتهم بس ما عملتش تشيك، ومع ذلك لما ندهتهم انا مشيت على كل ستور كود، مشيت في كل البرانشز، فالكود كفرج بتاعي والبرانش كفرج 100%، مع ان انا التست كيس كده فرغته من مضمونه وما كانش بيتشيك حاجه ويقول لي هو صح ولا غلط. لكن ايه اللي خلى الديفلوبرز في الشركه ديت يعملوا التريكه ديت؟ ان هو الريكويرمنت ده مش ملوش انديكيشن قوي، هو لو صغير احنا عايزين نطلعه خلاص، بس لو هو 100% ده مش معناه برضو ان التيست بتاعتي كامله. يعني دي مشكله من المشاكل برضو، ان انا
يكون الجول بتاعي او الاوبجكتيف بتاعي اني اوصل الكفرج ماتريكس، سواء كود كفرج او برانش كفرج او كونديشن كفرج او ايا كان الكفرج ماتريك اللي بستخدمه ال 100%. هنا الكونكلوجن بتاع الدسكشن اللي قلناها في الكام سلايد اللي فاتت ان احنا عندنا حاجه اسمها الكفرج ماتريكس، اللي هي المقياس، القياسات اللي بنعملها عشان نشوف التست كيسز غطت قد ايه من البرودكشن كود. فشفنا الكود كفرج والبرانش كفرج والفرق بينهم. فايا كان الكفرج اللي انا حسبته او حسبت الاثنين او حاجه ثالثه غيرهم من المتريكس الثانيه اللي متعرفه في الكتب او في المجال ده، يعني انا بحسبهم ليه؟ علشان لو كانوا لو ده بيكون ساين مقبوله ان في مشاكل. يعني انا لما بحسب الكفرج متريك بدور هو لو ولا لا، مش بدور ان انا عايز اخليه هاي. لو هو لو ده معناه ان في مشكله وان التست كيسز بتاعتي محتاجه تتظبط عشان تشمل الحاجات اللي ما حصلهاش كفرج. لكن لو انا حسبت المتريكس دي لقيتها 100% او هاي نمبر مرضي بالنسبه لي، ده مش ضمان ليا ان التست سوت بتاعي بالكواليتي العاليه زي ما شفنا في الاكزامبلز اللي فاتت. فعشان كده الخلاصه بتاعت القصه ديت في الشابتر ده انك انت ما تفترضش ان انت بتعمل اناليسز للتست كود بتاعك فبتحسب الكفرج ماتريكس ان انت كده لما وصلتها الرقم كبير هو ده الجول. لا، الميجرنج بتاع الكفرج ماتريكس ديت بيبقى مجرد خطوه اولى، احنا عايزين نحسنه نعليه بس مش هنكتفي بالقدر ده، في خطوات اخرى لازم نعملها علشان نحسن بيها التست سوت بتاعنا ونضمن ان التست كيسز بتاعتنا ذات جوده عاليه. عموما احنا الكود اللي انا كنت عرضته عليكم دلوقتي ده موجود شرحه في الفيديو اللي قدامنا ده ولينك ليه، وانا هحطه لكم برضو الكود مباشره كود فايل على الصفحه بتاعه الكلاس كاكسرسايز ليك، فانت تقدر تشوفه بقى حوالي نص ساعه وتمشي معاه خطوه خطوه ازاي عمل البرميتيشن، يبقى اكسرسايز وتذكير ليك لان البرميتيشن ده له تطبيقات كتير قلنا في الكمبيوتر لما اتعلمناه زمان في الديسكريت ماس. لو انا بقى قلت لك اعمل لي فانكشن اسمها اريا ببعت لك كبرودكشن كود انت مطلوب منك في مكان بتتدرب فيه او بتشتغل فيه، هبعت لك فانكشن اسمها اريا او هطلب منك تعمل فانكشن اسمها اريا بتاعه تريانجل، فانا هبعت لك ثلاثه سايدز، مش هبعت لك القاعده والارتفاع وتضرب نص القاعده في الارتفاع، هبعت لك ان طول الضلع الاول كذا وطول الضلع الثاني كذا وطول الضلع الثالث كذا، وانت عايز تكتب كود وتدور على قانون يحسب الاريا بالشكل ده. بس قبل ما تكتب الفانكشن حاول تمشي بنفس التسلسل اللي عملناه وتعمل تيست فانكشن وتيست كيسز في المين كتير تغطي البوسيبيليتيز المختلفه للانبوتس، لان ممكن انت تعمل حاجه تحسب الاريا مفترضا ان الثري سايدز دول داخلين لك ارقام سليمه، لكن ممكن يدخل لك ارقام سالبه ملهاش، ما ينفعش التريانجل يتحسب الاريا بتاعته في الحاله دي. فمفروض الفانكشن بتاعتك ترجع ماينس 1 مثلا او قيمه معينه تبقى كانها ايرور كود لو كان الحاجه اللي مبعوته دي ما تنفعش از تريانجل. لو بعت لك صفر او مجموعه أصفر شويه من الفاليوز كانت اصفار او نيجاتيف دي مشكله. لو بعت لك ارقام موجبه بس كان في منها حاجات ما بتمثلش تريانجل، زي احنا اتعلمنا واحنا اطفال ان اطوال الاضلاع بتاعه التريانجل لازم كل اثنين يكون مجموعهم اطول من الضلع الثالث. فلو قلت لك احسب لي مساحه المثلث اللي اضلاعه 1 و2 و10، المفروض ان الكود بتاعك مفيش مثلث كده اصلا 1 و2 و10، لان 1 زائد 2 3 اصغر من الضلع الثالث، مش ممكن ترسم انت مثلث باطوال الاضلاع ديت. فمفروض انت الاريا بتاعتك ديت تاخد بالها من الحاله ديت وتريتيرن ماينس 1 او حاجه تعبر عن ايرور كود. ممكن البرنامج بتاعك مثلا تبعت له 3 4 5، 3 4 5 ده مثلث مشهور قائم الزاويه اللي هو اتعلمناه في فيثاغورس اللي هو الاريا بتاعته 6. فانت تنادي التست فانكشن تقول له اتاكد ان الاريا بتاعه 3 و4 و5 بترجع لي القيمه 6 بسطر من السطور زي السطور اللي عملناها هنا. تكتب بدل ترو فولس ديت 6 اريا 3 4 5 ماينس 1 اريا 1 2 10 ماينس 1 اريا 0 0 5 مثلا او ناقص 2 ناقص 1 4. فانت بتجرب تيست كيسز تغطي الحالات المختلفه اللي بنفكر فيها دي مع بعض. ممكن يكون شغال مع 3 4 5 بس لو استخدمت فاليوز كبيره قوي اكبر من 32 بت او 64 بت الاريا
الفانكشن بتاعتك تضرب تطلع ارقام غلط، زي مثلا لو بعت 3 4 5 هيرجع لي 6، لكن لو بعت 3 مليار 4 مليار 5 مليار انا متوقع يرجع لي 6 مليار، يرجع لي حاجة تانية. فدي احنا بنفكر كده، بنفكر كده واحنا قبل ما نكتب الكود اصلا، هو ايه الاحتمالات المختلفة، ايه مصادر الايرور اللي ممكن تخلي الكود بتاعي ده، ما افترضش دايما ان هيجي لي انبوتس سليمة ومثالية وانا هحسب مباشرة في خطوة واحدة وارجع بتعويض في قانون يعني، وده سهل ان انا اجيبه من النت وارجع له اقول له الاريا تساوي كذا وخلاص. الحياة للأسف اكثر تعقيدا من ذلك. حد عنده أسئلة يا شباب؟ لو ما فيش أسئلة خلوني بس